أنشأنا أبديت بوست وشفنا ليش حطينا هنا تبع البي اي دي، لأنه موضوع، لأنه بنعدل الموضوع وتابع اليوزر بعدين نشوفه. دائما اليوزر صفر لين نرجع لموضوع السيشن كيف وكيفية الربط. الآن عدلنا النموذج بحيث أنه البيانات تيجي لما نقول له تعديل. نرجع للمنتدى نقول المنتدى العام، بعدين هذا المنتدى نقول تعديل، لاحظ جاتنا البيانات. أنا فقط أبغى أنقله لمنتدى الشبكات الاجتماعية تعديل، قال لي سكسس. نشوف، نرجع نقول تحديث منتدى العام، لاحظ قال لنا ما في ولا موضوع، ممتاز معناته نجحت العملية. منتدى الشبكات الاجتماعية، شايف هذه طريقة نقل المواضيع، فقدرنا ننقله. الآن تعديل، نبغى نقوله مثلا سكريبت بدون منتدى، ونبغى نشيل كلمة سكريبت من هنا ونشوف يعدل ولا لا، ونبغى نرده للمنتدى العام تعديل، قال سكسس. طيب نرجع ونشوف هنا، نقول شوف منتدى العام، شوف عرضنا المنتدى العام، رجع لنا اياه مزبوط سكريبت، شوف شال لنا سكريبت منتدى، كلمة منتدى شال لنا منتدى. بس خلينا نرجع نتأكد، تعديل ونرجع فوق ونقول هنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، ونشيل كلمة، نقول سكريبت منتدى تاني فور المبسط مثلا، تعديل. جميل، خلينا نرجع نروح للسكريبت، شوف بسم الله الرحمن الرحيم ضافها وضاف للعنوان، والنقل تأكدنا منه، والنقل تأكدنا منه.